تعالوا مع بعض نشوف مقادير الكريم كراميل اللي هنعمله ازاي بطريقه بسيطه وسهله بطعم الفراوله. ممكن نعمله بالموز، ممكن نعمله باي نوع فواكه احنا حابينه، مفيش اي مشكله. انا عايز اهدي النار زي الفل، تمام، انا عايز كده تمام. ومعانا الكبد والكلاوي جاهزه بالشكل ده كده زي الفل، والمقادير على الشاشه. فراوله، بيض، 5 بيضات للتر حليب او 7 بيضات، 5 زي 7. هديكي سر دلوقتي تخلي الكريم كراميل ماسك نفسه زي الفل، تركايه كده كالعاده من الشيف المغازي. ومعانا فانيليا، ومعانا معلقتين من النشا، وخدي بقى المفاجاه، معلقتين جيلي فراوله. جيلي فراوله يا مغازي مع الكريم جربي اللي انا بقول لك عليه ده كده، وفي سرك قولي تسلم ايدك يا شيف. حلو الكلام، تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. طبيعي بتشتغلي في حلو بلانشة، سكينة، جرافزات، مطبخك يروق، لأن هنا في فانيليا وفي بيض، فالموضوع حساس شوية. هنغير ده كله مع بعضه، وتعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي. طبيعي، اللهم صل على النبي. أول حاجة هنعملها هنغلي الحليب على النار. الأخطاء اللي بتحصل معانا في المطبخ إيه بقى يا مغازي؟ تستعجلي وتنزلي باللبن، بالبيض على اللبن وهو سخن، تتفاجئي ان البيض استوى في قلب اللبن قبل ما تحطيه في القالب. فاحنا هنعمل حاجتين مهمين مع بعض دلوقتي. اول حاجه هنعمل الكراميل بتاع الكريم كراميل، وهنعمل البيض المغلي او الكريمه اللي هي بيض وحليب بطعم الفانيليا. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. حلو قوي، معانا الحليب، طبعا حليب دسمه عاليه دسمه قليله، مش هو ده الموضوع، ولكن لازم يكون الحليب طازه عشان لما تغليه طبعا ما ياثرش بالشكل ده كده. ادي الحليب معانا، شويه الفانيليا الحلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي، صل على الحبيب قلبك يطيب. حلو، تمام، طعم الفانيليا في قلب الحليب، السكر في قلب الحليب، سكر قليل سكر كتير دي بتاعتك خلي بالك، شويه الجيلي فراوله في قلب الحليب. شفت الجمال وشفت الدلع اهو، ده جيلي فراوله دي جديده دي بقى اهي اهي. حلو قوي يا عم الشيف، ونقلبهم مع بعض. لسه النشا مش هتحط دلوقتي. دي طريقتي، جربيها واحنا مع بعض، لقيتي في اي ملاحظات هنروح من بعد فين؟ على السوشيال ميديا، تواصلوا معانا على صفحة أكلة أمي، الصفحة الرسمية للقناة الأولى، ودي فرصة كمان. شوفي أنت حابة تفطري معانا إيه في الشهر الكريم؟ مش عايزين الشيف مغازي يعمل الأكل، معانا ضيوف هيعملوا الأكل، أصحاب بيت. فأنت بقى براحتك اختاري الأكلة اللي أنت حباها، أكلة من الزمن الجميل ماشي، من الزمن الحديث ماشي، يعني اطلبي كل اللي نفسك فيه. أكل صحي برضو معانا في الشهر الكريم، لتقليب الحليب على النار جيدا لذوبان السكر وطعم الفانيليا والجيلي فراوله اللي انا حطيته. من الاخطاء الشائعه اللي بتحصل معانا لما نيجي نعمل كريم كراميل للمبتدئين في المطبخ، انا بتكلم عن المبتدئين في الامهات بيعملوا احسن مني، بتضرب البيض او تخفق البيض هنا وبعدين تحطه على الحليب وهو سخن، تلاقي فجاه كده بودره البيض استوى في قلب الحليب قبل ما نحطها في الفرن. لا، اول بعد الحليب ما يغلي كويس تسيبيه لما يبرد خالص بدرجة حرارة المطبخ، يعني تبقى زي دمعة العين كده، يعني بدرجة إن البيض لما ينزل جوه الحليب ما يحصلوش أي انفعالات ولا تكمش ولا يستوي ولا أي حاجة خالص، خلي بالك. فأنا هشيله من النار دلوقتي، خلاص، تمام، دي مرحلة أولى. المرحلة التانية نعمل الكراميل مع بعض. طاس على النار، وننزل بالسكر بتاع الكراميل، دول كفاية. إحنا عايزين شوية للقالب بتاعنا، إحنا على فكرة عاملين قالب معانا أهوت، مخرجنا الجميل هيجيبه بعد إذنك. قالب كريم كراميل جاهز ومتحضر، اتعلمنا من الشيف المغازي تركايه حلوه قوي، ربنا يكرمه يا رب. بيحط معلقه ميه صغيره بس، المره دي هحط نص معلقه على السكر هنا كده اهي، بس خلاص عشان كرمله السكر ما تمررش معايا. واخد البيض ده كده،
البيض يطلع من الثلاجة قبل استخدامه بعشر دقايق. هنقلب البيض ده كده. اللهم صل على النبي. اهو في تفاصيل صغيره النهارده في موضوع الكريم كراميل. ناخد الكراميل بتاعنا كده جاهز اهو. بص الحلاوه، بص الجمال. زي ما هو كده، زي ما هو اهو. بص على الحلاوه، يلا هينزل هنا اهو. اهو هنا هنا اهو. هو سخن قبل ما يتجمد في قلب الطاسه. حلوة. للأمانة هقول حاجة دلوقتي مهمة جدا. مكان الطاسة دي لو أنت خدتها دلوقتي سبتها لما تبرد، هتبذلي مجهود كبير جدا عشان تغسليها، وبرضه للمبتدئين في المطبخ، الأمهات عندهم خبرة كافية يعلموا ولادهم. فأنا أعمل إيه؟ هل أخدها وأحطها على الحوض؟ أو أخليها على عين البوتاجاز جنبي؟ على ما أجي أخلص هتعب في غسلها؟ هخلصك من الموضوع ده كله في إيه؟ في تركاية صغيرة. تصلي على الحبيب قلبك يطيب. هنخليها على النار كده. بص أنا أعمل إيه؟ حاجة صغيرة خالصة، وأعمل كده. ايه مغاز الحلاوه دي يا مغاز؟ ايه المغاز الحلاوه دي؟ بص بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. اهو 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 ساحر. اهو على فين؟ على فين يا ملاح؟ هنا هنا اهو. بس شوف الطاسه والمغاز جاب الخلاصه. هو ده المطبخ. الله العظيم حب شغف. حب مطبخك هتعملي كل اللي نفسك فيه. مكان الطاسه على طول هتمسحيها بمنديل وتستخدميها في حاجات تانية خالص، مفيش اي مشكله. حلو الكلام؟ يلا تعالوا البيض معانا بيتخفق. بنحط على البيض ده شوية نشا. ليه نشا يا مغازي؟ إضافة قليل من النشا لخليط الكريم كراميل يجعله متماسكا حتى لو طلع من التلاجة واتساب بره. حلو الكلام؟ قد إيه يا شيف؟ يعني لكل خمس بيضات معلقة نشا تقريبا. ونقلبهم كده ونتأكد إن هم اتقلبوا زي الفل، ونتأكد إن الحليب عندنا بقى بارد خلاص مش سخن. اصبر على رزقك. بيقول لي فين الفراولة في الموضوع؟ الله عليك وعلى جمالك. ما تبص على الرز بالكبه، تبص عليها في الفرن كده. ايه الاخبار؟ شوف الرز كده، التحميصه بتاعه الرز في دلوقتي انسجام ما بين رز واخد طعم القرفه وطعم الكبد والكلاوي، وما بين كبد وكلاوي بطعم الكبد والكلاوي. نقفل الفرن؟ اقفل الفرن. تعال شوف الفراولة أخبارها إيه؟ الفراولة. يا بتاع الفراولة. إيه الحلاوة دي يا أم غازي؟ إيه الجمال ده؟ كريمة الحلويات بقى في رمضان. كنافة بالمانجا، والمانجا مخزننا. كنافة بالفراولة، والفراولة في السوق. كنافة بالكريمة، والكريمة من مطبخك. كنافة بالمكسرات، والمكسرات عند بتاع المكسرات. شفت الحلاوه دي كده؟ برص القالب كده شويه فراوله زي الفل، ونسقط الحليب ده. بص الحلاوه، بص الجمال. يلا يلا. خلص الكلام. ونقلبهم كده مع بعض. التقليبه دي مهمه جدا. وننزل كده واحدة واحدة. هننزل ازاي بقى؟ في مشكلة هتواجهنا هنا لو نزلنا بطريقة غلط. هنعمل ايه يا مغازي؟ نجيب المغرفة دي كده. اللهم صل على النبي. وانزلي كده، ما تنزليش مباشرة. الحركة دي عشان مفيش حاجة تتحرك من مكانها. ربنا يثبت قولك على الحق. شفتوا ازاي؟ تركاية صغيرة بس بتوصلك لبر الأمان. ومكان نزول الحليب ما يغيرش من مكان الكراميل. ما تلاقيش الكراميل في حته واحده، تيجي تقلب القالب تلاقي كراميل في ناحيه وناحيه ما فيهاش كراميل. في البدايه بس. لازم طبعا تعملي حمام ميه دافي سخن. هنجهزه دلوقتي. طبعا عشان نعمل ده محتاج لوقت للامانه. يعني ايه المرحله اللي هتتم بعد كده؟ صينيه بتحطي فيها ميه مغليه عشان توفر على نفسك وقت، وتبداي يا ست الكل تدخليها الفرن لغايه لما تستوي
الكريمة بتاعتي. حلو الكلام. لغاية لما تستوي الكريمة بتاعتي دي المية هنا اهي. مية مغلية. بس خلاص. وناخد القالب ده كده. اللهم صل على النبي. زي ما هو كده. اهو. في قلب الصينية. الله. بس. في درجة حرارة 180. ونمسح كده مكان شغلنا. وندخله الفرن. في درجة حرارة 180، ولكن نصيحة مني عشان ما ياخدش وقت كبير من السوى، المية تكون مغلية رقم واحد، دي مهمة جدا، وحطيها على وناسة، على عين هادية جدا كأنك بتدمسي فول، على عين البوتاجاز، عملية إسراع للتسوية. في الآخر هيستوي معاكي، بتدخليه الفرن ياخد وش يطلع. إيه الصورة الحلوة؟ ده قبل وده بعد. تفاصيل كتيرة قوي لما عملنا القالب ده. طبعا ده لازم يتعمل وتحط في التلاجة زي موضوع التشيز كيك، مش أقل من 5 ساعات، يعني تعمليه من بالليل لتاني يوم الصبح، ولادك يفطروا منه، جوزك يفطر منه، نسحر منه، أهلا وسهلا وبألف هنا.